ذكرت او ضربت مثال واضح وصريح بيورجن كلوب وما قدمه في الموسم الاول مع ليفربول وما قدمه بعدها من نجاحات، سواء الفوز بدوري ابطال اوروبا والفوز مؤخرا بالدوري الانجليزي. ولكن مع ذكر هذا، الراجل استغرق وقت، وفي نفس الوقت كمان جلب مجموعة من اللاعبين اللي حققوا افكاره في الملعب. كم يستغرق منك الوقت حينما تتولى مهمة فنية لنادي كبير بحجم الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لكي تقدم أفكارك وتحصد البطولات، بطولة إفريقيا أو بطولة الدوري أو بطولة الكاس؟ هكذا يتعامل الأهلي والزمالك ويرغب بيراميدز في تحقيق البطولات منها بهذا الشكل. Very nice question. جيد حقيقة. إذا تتذكر يورجن كلوب ربما استغرق 4 سنوات للفوز بالدوري الإنجليزي. في مصر مش هيستنوا عليك ال4 مواسم. أنت محق فيما قلت، ولكن حقق هدفه بعد 4 سنوات وفاز بدوري الأبطال في أيضا، ثم الدوري الإنجليزي بعد 30 عاما مع ليفربول. هذا كان إنجازا كبيرا. أنت محق بأنه اشترى لاعبين متميزين، ولكن لا يتعلق الأمر بلاعب غالي الثمن، ويتعلق باللاعب المناسب الذي يريده في مهمة خاصة ومعينة في داخل الفريق، واختار اللاعبين المناسبين له. هذا هو الوقت الذي يجب عليك أن تنظر على اللاعبين وعلى الفريق. أنت لا تعرف اللاعبين إن لم تتدرب معهم، وبالتالي علي أن أنظر على اللاعبين، علي أن أختار اللاعبين. هي مثل كما تعلم لعبة الشطرنج أو لعب الغاز. أنت تريد ما هو الوقت الذي أريده لأحقق مهمتي بنجاح، سواء مع الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز. ربما لا أستطيع الإجابة، ولكن من البداية أستطيع أن أرى من هو اللاعب المهيمن واللاعبين المسيطرين والمؤثرين وما نريد أن نفعله في المباريات، وبالتالي تأتي النتائج بعد ذلك. أنا لا أضمن النتائج، ولكن أكرر مرة أخرى وأخرى، يجب أن ذلك يحقق نتائج. ربما أعطي اهتماما كبيرا لعملية للسير عملية النجاح، وبالتالي نحققه في النهاية. طيب، ده هياخدني لسؤال مهم. كيف تطمئن إدارات الأندية في الدوري المصري؟ ليست كل إدارات الأندية لديها الشجاعة مثل وادي دجلة على دعمك وتقديم الوقت ليك. كيف تطمئن إدارات الأندية بهذا الشأن تحديدا هنا في الدوري المصري، إن كنا نتحدث عن أن الرغبة دائما لدى تركيز جونياس هو أن يقدم تجربة فريدة من نوعها في الدوري المصري يتخطى بها التجربة التي قدمها مع وادي دجلة؟ أمر يتعلق حقيقة بكيف ما سنفوز ونحققه كفريق وأنا من نجاحات. أعتقد أنا أتفق معك بأنني أبدأ مع فريق ما، ولكن هدفي مع الفريق هو ما هو الهدف وأحلام هذا الفريق. هل يحكم علي من 3 أو 4 مباريات، أم يريد بناء شيء على المدى الطويل أم المدى القصير؟ هذا سؤال. لكي تبني شيئا على المدى الطويل لا يتعلق بعدة مباريات في خلال شهر أو شهرين. مرة ثانية أتحدث معك عن تحقيق نتائج. أنت تريد النتائج، لا، ولكن أنت تحتاج ربما سنتين لتحقيق كل ما تحلم به من نتائج. كرة القدم تتعلق بكيف تصنع فريقا يؤدي كرة قدم رائعة في كل مبارياته، وأن يهيمن ويمتلك ويسيطر على مجريات المباريات. لأن الصعوبة ربما تتعلق مع رؤساء الأندية، ليس لديهم ربما مرجعية كرة القدم في أذهانهم لكي يصبروا على المدير الفني ويصبروا على ما يفعله. ولكن ما هي الفائدة مما أحققه من هذا الطبيعة وهذا الأسلوب؟ الفائدة التي تتحقق هو أن أصنع لاعبين أكفاء، وهذا يعني أن هذا الفريق سيتطور مستواه يوما عن يوم ليكون في صورة أفضل. وما نفعله للاعبين أن نحن نعلمهم أن يتخذوا قرارات أثناء المباريات.
حرية اتخاذ القرار والشجاعة. عندما ننظر على مباراة لوادي دجلة وترى كيف يؤدون المباريات أنت ربما تعجب بطريقة الفريق. هم يعلمون كيف يتخذون القرار المناسب. هذه الثقة تحتاج وقت لزرعها في اللاعبين، تحتاج تواصل مع اللاعبين كيف يتواصل مع البيئة المحيطة، ثم يتخذ قراره النهائي ثم تنفيذه لهذا القرار. كل هذا خطوات، كل هذه خطوات لبعض اللاعبين إن لم يكن لديهم المهارة يستغرقون بعض الوقت. إن كانوا لاعبين مهارة ربما يحدث ذلك سريعا، ولكن مرة ثانية إذا نظرت على الأندية الكبرى مثل ليفربول، مانشستر سيتي، كل هذه الفرق الكبرى ربما لديها عامل مشترك، وهو أن يحتفظوا بالكرة وأن يسيطرون على المباراة ويفوز ويحققون ليس فقط الامتلاك الكرة ولكن امتلاك الكرة وخلق الفرص والأهداف.